ايدي ليس اغسلي ايدي ادي بيه ادي نسخة على مفتاح البيت. ايه شو فيها؟ لك اخي خليك ينضبطه شوي ما بيضر. لا بالعكس يا محمود، خلي الدنيا تكبس على راسه بيستوي اسرع. لحنا شو اللي ساوانا خلوا عالم غير التعتير والجوع. مزبوط عم يحكي تمام. خليه يفتله شوي بالشوارع حتى ترجع البيت. وبلكي طلع خروق رجع عند ابوه. دخيلك يعني على هالكنز اللي بده يطير من بين ايدينا. لك اساسا انا كله مالي طايره. لا وشو الفهيم؟ راح اعطيه 500 ورقة كمان. حلو. بدك تتبناه؟ خلصنا. شو؟ ليش عم تبالغوا كل هالقد؟ ايه اليوم الحساب علي ابراهيم. انا ما معي مصاري. وانا نسيان جزداني. شو خير ان شاء الله؟ لوين؟ مشوار. بعرف مشوار، بس لوين؟ يعني لازم اقدم لك تقرير؟ لا مو لازم، بس بدي اطمن عليك. ما في داعي، معي موبايل. وشو المانع اني اطمن عليك واعرف لوين؟ ما في مانع، بس انا ما بحب حدا يتدخل بشؤوني. بس انا مو حدا، انا امك. ما بتفرق. كله اسمه تدخل. بعدين انا بسالك وين رايحة شي؟ ماشي. رح اعتبر هالسؤال من حقك ورح اجاوبك. انا كتير نادر لحتى اطلع من البيت. ولما بطلع، الكل بيعرف لوين رايحة. لانك بتخافي من بابا، بس انا ما بخاف من حدا. الظاهر صبري اللي ما له حدود سوالكن عقدة. اسمع فراس، أنا بعمري ما عرفت الخوف إلا لما عرفت إني حامل فيك، وزاد خوفي أكتر لما ولدتك وتأصل الخوف عندي وصار طبع لما إجت أختك كيندا. آسف ماما، أنا مو قصدي. أنا ما بيهمني شو قصدك، بس أنا صار لازم أفتح معك الموضوع لأنك صرت شاب مثل ما بتقول. لا وأكبر من عمرك بكتير. دلالة العمايل السودة اللي عم تساويها واللي بتسود الوش. رجعنا؟ لا تقاطعني فراس واسمعني منيح. لما خطبني أبوك قدر يخبي عني أفكاره وأفعاله اللي بتختلف كتير عني. كان ما في ألطف وأظرف منه، بس كان شرط جدك الله يرحمه الوحيد عشان يتم الزواج أن يكفي جامعتي. كنت وقتها بالسنة الثانية، بس أبوك قدر يقنعني أني كفي الجامعة وأنا ببيته. وافقت وعاندت وكسرت كلمة جدك الله يرحمه. بتذكر آخر كلمة قال إياها جدك قبل ما يموت. صدقيني رح تندمي يا نهلة. وهذا اللي صار. ندمت، بس بالوقت اللي ما بينفع فيه الندم. مشان هيك لما بيغلط أبوك عض على الأصابع واسكت مشان ما حدا يسمع صوتي. وليه ما كملتي دراستك؟ كان كل يوم أبوك يخترع لي قصة لحتى ما داوم بالجامعة. بس بعد ما عرفت إني حامل فيك وقتها قال لي إياها بصراحة وبصوت عالي، جامعة ما في. وقتها بس تعرفت على تأثير الحقيقي، ومن وقتها قررت أني أسكت وأصبر من خوفي وخجلي من جدك بقبره ليقوم يسمعني ويتحسر على بنته. بس بيظهر أنه رغم كل صبري ما قدرت أني أحميكم. تعرف ماما، الظاهر الغلط ما بيجر إلا الغلط. وهلأ
حتقلي لوين رايح؟ لا، وبعد كل شي حكيتيه حابب اقول لك شغله. ذنبك لا تحمليني اياه. لأمتى بدي أصبر ويكونوا عم يراقبوني؟ بدي جيبهم، يعني بدي جيبهم. ولي على قامتي على هالشب؟ بتعرف وين بدك تدور عليه؟ بالجناين، بالمستشفيات، ولا لا اسأل كل رفقاته عليه. صحيح أمه، أمه شو قالت لك؟ عمتي انت شو رايك تشتغلي محقق بالجنائيه؟ وليش لا؟ فكرك انا ما بيطلع بايدي؟ إيه انا بس اطلع بعيون ولادي، بعرف شو عاملين. صحيح، لك ما قلت لي عجبتك الملوخيه اللي جبت لك اياها؟ ان شاء الله بعيشوا هالديات. يعني عجبتها؟ يا درسان طالع بتحب بطنك مثل جوزي، مو هيك؟ صحيح قلت لي انت اذا كان الموضوع مهم خير. عمتي بتعرفي كم ساعه صار لي عم حاول احكي معك بالموضوع وما عم بقدر؟ بس سليتك تقبرني مو هيك؟ ليش في احلى من حديثك بالدنيا؟ ايه تقبرني احكي لي شو بخير. معلش عم تنأجرها لبكره، عندي مشوار ضروري. عم تصرفني؟ اعوذ بالله. عم بمزح تقبرني، عم بمزح، لكن بكره بعمل لك ملوخيه وبجيب لك اياها معي. لا عمتي لا، عندي ملوخيه بتكفيني يومين. لك يا حبيبي بكره بعمل لك الملوخيه بالدجاج مو باللحمه يا اجدر. بطلت تفرج؟ يلا بخاطرك. مع السلامه. شو بك يا ماما؟ ما في شيء، بس كنت عم فكر بقصة قريتها. عن شو بتحكي هالقصة؟ مو مهم، بس في سؤال سألته البطلة لبنتها وحابة أسألك إياه. اسأليني. هلا أنا إذا غبت سافرت شهرين ثلاثة، انتي شو بتعملي؟ ايه ولا ساعة. وين ما رحتي رجلي على رجلك. ماما انا ما فيني اقعد بلاكي. وبعدين ماما؟ هيك جاوبت البنت لأمها وسافرت. لا ماما، صحيح انتي مظلومة بس انتي عظيمة. مساء الخير. مساء الخيرات، يعطيك العافية حبيبي. الله يعافيكي. اشتقت لك كثير خلودة. اشتقتي لي؟ ايه. لي أنا؟ لك ايه، لحبيبي خلودة. عمر قلبي. اه
هاي عم صدق حالي. تعي هاتي بوسه تعي. ريم قومي روحي معنا، والله بتتسلي احسن من القعده لحالك. ما بحب العب دور العزول. ريم من زمان كان في شغله حابه اقول لك اياها وما كان وقت مناسب، بس هلا شايفه انه صار وقت مناسب. من غير مقدمات روح، شو بدك تحكي؟ كابتن خلدون شبه يعني هلا بدك تفهميني انك مالك منتبهه لاهتمامه فيكي؟ لا منتبهه. ايه شايفتي انه عادي؟ سالني اذا انا مرتبطه، قلت له ايه. بس انت مالك مرتبطه روعه. قلت لك بدي ناقدك، استحمليني حبيبتي. ناقديني قد ما بدك، بس لا يروح عقلك لبعيد. طيب شو المعنى عطاله ما هيثم هو روعه؟ انا ما عم دور على عريس. لك يا ريم يا حبيبتي، شو المعنى هلا نطلع نسهر سوا؟ قبل هالحديث كان ممكن، بس هلا مستحيل. ريم انت حتجننيني بمثاليتك، يعني شو الفرق قبل الحديث ولا بعده؟ حبيبتي انت تاخرتي على موعدك، قومي روحي هلا الكابتن خيري بيكون على نار. الله يعينه عليكي. يعيني عليكي يا ستي. انا رايحه، بس انت رح تفكري بكلامي. باي. انبسطي. ايه ايه فراس، هلا جوا يعني في بنات بنات بنات؟ لك شو هالقضية الفظيعة؟ أكيد في بنات ومرتبين كمان. أحلى فراس. يلا يلا يلا. ما عرفت لي بعدين شو صار بالقصة؟ بعدين زهير حمل حاله وطلع، مدري وين بعته أبو فراس. ايه بس انا بيني وبينك يعني ما مصدق انه نجوى بتساوي هيك شغله. لك دخيلك انت شو عرفك؟ يا ما تحت السواهي دواهي. كستي يلا يا خبر، اليوم بفلوس بكره ببلاش. المهم عندي انك انت تديري بالك على صحتك وعلى الصغير يلي ببطنك. هاتي السيجارات يا خبر. خلص بقى مثل ما بدك. يلا انا رح اقوم ساوي لك كاسه كوكتيل فواكه الك ولولي العهد. ماشي؟ Thank you.
سعود؟ شو هاد؟ شو؟ ما عجبتك؟ الطير العالي بتجنني. شو هاد؟ ما بدك تتعشى؟ ايه هلأ هذا وقته؟ قلت لحالي بتكون جوعان. طيب حبيبتي تعال نتعشى. اعتبرينا تعشينا. ها يلا ننام. ما قلت لي ما عجبك مكياجي؟ بجنن. اسلم. يلا انتي وقت كنتي تروحي على الشغل هيك تتمكاجي؟ ليش ما عم تردي؟ ولا من امتى بطلع بهيك مكياج؟ عم اسأل! ليش ما كنت تشوفني وقت كنت روح على الشغل؟ عم اسأل سؤال! يا شو حرام! العم على ليش هيك بتعرف؟ بتعرف سعدي؟ انت ما بتستاهل شيء. انا فايتي نوم. آسف تأخرت عليك شوي كنت مشغول. الله يعطيك العافية. شفت أبي؟ شفته وسألني عنك بس قلت له ما بعرف عنك شيء. فيني أسألك سؤال محمود؟ طبعا. هلا إبراهيم ومنيف شو بيشتغلوا؟ بالليل ولا بالنهار؟ قبل الأكل ولا بعد الأكل؟ شو هي حبة دواء؟ يا سيدي عندهم شركة سيارات وأحيانا بيشتغلوا شوفرية تكاسي. بس السيارات اللي معهم نمرة خصوصية مزبوط؟ يا سيدي مزبوط. ها كيف شوفيريات تكاسي لكم؟ يا سيدي عم بكتشف مواهبك. ما معقول شو هالذكاء. فطحل فطحل ما شاء الله عليك. يلا جمال يلا. ها شلون؟ شبك يا زلمة؟ حياتك مو شايف بنات؟ ليش شو ساوي؟ شو ساوي؟ مفكر حالك براد بيت؟ براد شو؟ جمال مو هيك بتصرفوا الرجال؟ بتكون مفكرني ماني رجال؟ يا الله على عقدة رجوليتك بقى. ليك انا رجال وغصب عنك كمان. ها طب خلص عفوا امشي امشي. لا ماني ماشي امشي. احل عنا يا جمال.
الله شايف لك ما رح نخلص من عمايل هالولد غير لحتى يبني لنا شي بلوي. يا ابو جمال الولد عنيد واسلوبك معه ما عم بفيد، بلكي بالكلمه الحلوه بتقدر تجيبه. لك انو كلمه حلوه، انو كلمه حلوه لك هذا في عقل لحتى يفهم بالكلمه الحلوه؟ ولك هذا بدل الحمار ما بيجي الا بالضرب. ها شرف يا فندي. مساء الخير. الله لا يمسيك بالخير، ولك منين بده يجي الخير على وشك؟ الله لا يوفقك، وين كنت هلا؟ ها؟ ولك انطر احكي، ولك ما بدي اغلس برزعتك، اتركيني بقى. ولك رد على ابوك يا ولد، رد على ابوك. رح رد، بس لحتى ناكل القتلة بالاول. يعني ما لا خايف؟ ولك مشان الله. تحدى علي لها؟ مشان الله. طول بالك يا ابي، انا مو قادر اتحدى ولد اصغر مني بعشر سنين لحتى اتحداك. لك انا قلي لشوف ليش لهلا؟ رح جاوبك يا ابي، بس لحتى اكل قتله بالاول. ولك شبك ابني، ولك جنيت، ولك جاوب ابوك وين كنت لهلا؟ يا ابي انا رح فوت على الغرفه، ما رح نام، رح ضل فايق مشان لما تقرر حضرتك اني اكل قتله بتناديلي بصوت واطي، مشان ما يفيق الاستاذ المدلل اللي نايم جوا جلال. يلا صباح على خير. دخيلك يا ربي، شو صاير لهالولد؟ والله ما بعرف، بس اوعك تقلي انه عم يتحداك. ها لا، هذا مو تحدي، اكيد الولد صاير معه شيء. تتذكري من فتره مو كثير بعيده لما كنت عم اضربه صار يقلي ضروب وبعد منها مريض؟ ايه بتذكر، يوم كان عم يتصرف مثل المجانين. لا كان عم يعاقب حاله، واكيد اليوم صار معه شيء وهازه وبده يعاقب حاله. ابو جمال انا ما عم بفهم عليك. وانا كمان ما عم بفهم شي يا بنت الحلال، ما عاد فهمت شي بلوب. والله خوفتني يا رجال. مساء الخير. اهلين، شو شايفتك مبسوطة؟ ايه والله انبسطنا يا غليظة، لو رحتي معنا ما احسن ما تقعدي لحالك. ما كنت قاعدة لحالي. لأمتى ري؟ لأمتى هاي الأحزان؟ حرام عليك يا شبابك. هلأ أحكي لي، شو صار معك بالسهرة؟ بدك تضلي تهربي مني؟ أنا رح ضل وراكي لطلعك من الحالة. جمال شبك ماما؟ ليه جمال عم تبكي؟ شبك لك حبيبي؟ ليه عم تبكي لك جمال؟ لك والله ابوك ما عمل معك شيء لحتى تعمل بحالك كل هالشيء. لك بنحكي لي اذا صاير معك شيء. امي انا ما حدا بيحبني، ماني رجال. لك شو هالحكي اللي عم تحكي لك حبيبي؟ لك يا امي احكي لي صاير معك شيء، افتح لي قلبك. انا امك. هلا وقت دلالك للافندي؟ فيأتوني من النوم مشان دليلي فيه؟ خلاص لا،
انت اللي مدلل، انا رجال غصب عنه. خلاص جمال، لك جلال جبك وانا انت وياه، ولك جمال، ولك جمال، ابو جمال، جمال ابو جمال، ابو جمال تعال شوف ايش سوى ابو جمال. يا ابو جمال خليه يورجيني حاله يا رجال، خليه يورجيني حاله يا رجال، خليه يورجيني حاله يا رجال. انا ما بخاف ماني خايف، خليه يورجيني حاله. لك انت رجال ولا حكيت 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 بشركة السيارات تبعنا، لأني أنا شريك فيها. بالله جد محمود، أنا لازم أشتغل، أنت شو مفكر؟ والله طقت روحي. شو؟ شايف قلبت جد؟ هلا كان شغلة مزح؟ يعني قديش بدك تحواني؟ يوم؟ شهر؟ سنة؟ أبي ما حواني. إذا بدك تقلبها جد، معك حق. العقل بقول إنه أنت لازم تشتغل، وأنا رح أحطك بعيوني. الله يخليك يا محمود، أنا لازم أشتغل. في شغل ولا لا؟ في شغل. اليوم المجتمع وما بتاخد غير اللي بدك اياه، بس انت روح. شو كندا؟ شبك قالتي يا جد؟ ماما يا فراس. شبه ماما؟ بدها تتطلق من بابا. هي بكير ولا شو هالسرعة؟ شبك انت شبك؟ لا لا تنفعلي كتير مشان الله، اساسا انت رح تطلعي لإلها. اطلع لإلها؟ ليش شبه امك؟ مو عاجبتك؟ وشبه ابوكي؟ استاذ وفهمان الدنيا وبيعرف يعيش، بس هي بتحب الدراما والدموع. الدراما والدموع؟ اصلا انتوا الرجال كلياتكم هيك، كلكم مثل بعضكم. ايوه اساسا انا الحق علي اللي قعدت معك. انا لما حكالي زهير حسيت حالي اني ظلمته، ولو ما انكشفت كان الله اعلم يبدو ينتهم فيها. هلا معقول سامح ب50,000 ليرة بهالبساطة؟ والله هيك زهير عم يقول. دخلك قد ايه كانت تاخذ معاش؟ ما بعرف. يا علينا خالد بقى، لسه كل ما بسألك سؤال يا زهير بيعرف يا انت ما بتعرف، لك شو انت ما بتعرف شي؟ شو دخلني حتى اسألها شو بتاخذ؟ يعني قد معاشك؟ والله ما بعرف. قد معاشي؟ لا اكيد مو قد معاشي، اقل اكيد. يا الله منك ما بتفش القلب بشي، يعني قد معاشك ولا أقل ولا أكتر بكتير؟ فهمني بدي أفهم. وليش وكل هالاهتمام؟ لتكوني بدك تشتغلي محلها. بالله وليش لا يعني؟ مو معقولة انت وأفكار هيك. الله خلاص هلأ ما رح ناقشك، انت بس جيب لي قديش بتاخد بالضبط بعدين بفهمك. يحرق حريشك يا غالية على الأفكار. زلتي هاتي بوسة تعالي. خلصنا بقى، بلا بوسة بلا بطيخ، نام. اي الله بلاها. تصبحي على خير. يا رب يا رب. دخلكم دخلكم راسي دخلكم راسي. جمال شبك ابو جمال. راسي بسم الله اكبر. ابو جمال شو صار لك؟ بسم الله عليك. بطلق دكتور ابو جمال. حاسس راسي عم يغلغلي. بعت لحم ان شاء الله. جلال جمال جمانة. Thank you.
عم مكروه. حكيت مع وسيم اليوم. عن جد؟ ايه عن جد. ايه ها؟ هي كنزة اللي بعرفها، وامتى رح تشوفي؟ انا ما حكيته لشوفه، حكيته لاساله اذا كان عم بيعير سيارته العالم. وانتي شو دخلك؟ دخلني، دخلني لانك رفيقتي. وين عم تشوفي؟ لا ما دخلك، بس رح جاوبك مشان ما تفكري بشي. عم شوفه بالكافيتيريا منيح؟ فراس مشان الله تجي لعندي بسرعة، أنا بالمستشفى. مشان الله فراس تعا بسرعة، مالي غيرك الله يخليك. خلص روح جمله، يلا غير تيابي ومشوار طريق وبكون عندك. يلا باي. والله ما استلوا شيء لأبوك، أخليك تندم فهمان. إن شاء الله تكون خالي، إن شاء الله. ولك شو قصتكم؟ هلا وقت خناقاتكم أنت وياه؟ امشي معي، امشي. اتركيني أمي. امشي جلال، امشي اتركه. لك امشي. بدي المساعد اللي عمل التحقيق بالحادث اللي توفى فيه ابن الدكتور هيثم. حاضر سيدي. شو صار؟ اتخانقنا انا وجلال امبارح بالليل، اما ابي اجت له ازمه قلبيه وش الصبح. ايه شو قالوا لكم الدكاتره؟ لهلا ما عرفنا شيء. طيب يلا سيدي طول طول. وهات شو جايبه لهون كمان؟ كتر خير الشرطه، جاي وقف معنا. الله، مين طلب انه وقف معنا؟ دخيلك انت شو مضايقك؟ هلا وقته هالحكي؟ تفضل امشي. جماعة روح طمن عليكم. شوفي يا خالي سيد الفراس، بيجينا اتصالات كثير، نحن عم نحدد لهم موعد للمقابله، بس في بعض من هدول اللي بدنا نعينهم محل نجوم. هيك العالم تحكي. ايه فبعضهم عم يسال انه قديش الراتب يعني. قل لهم بعد المقابله، ولا لك اسمع بتقول لهم من 5000 لل 20000. مثل ما سمعت، من 5000 لل 20000 ليره. عفوا يعني مو الفرق كبير شوي؟ كل وحدة حسب إمكانياتها يا خالد. إن شاء الله بدك تعطي الجامعية واللي عندها لغة وكمبيوتر مثل اللي جاي عم تسفق بإيديها. لا مزبوط معك حق. على كل حال أنا ماشي، بتريد شيء؟ سلامتك. مرحبا دكتور. أهلا. أبو جمال رح يضل بالعناية مشددة اليوم؟ أكيد. حضرتك شو بتقول له؟ أنا قرايبه. شكراً دكتور. عفواً.
مفهوم. ذاكرين سيارة بس مو ذاكرين أي وصف للسائق للمرافق للسيارة. وهلأ عم تقلي شباب. سيدي أنا قلت لك تراجع. شلون يعني تراجعوا؟ أنا هاي ما عم تدخل براسي. سيدي هو الشباب عم يشفطوا ويتولدنوا. بعد لحظة قال الأماني متذكر شباب ولا بنات ولا كبار. وهلأ أنت متذكر كل هذا الكلام؟ طبعا سيدي لأنه كان حادث كتير مؤلم. ما كل الحوادث اللي بتمرق عليك مؤلمة. ليش هالحادث بالذات متذكره؟ سيدي كان في سيارة. لك شو قصتك وسيم؟ ليش مصر تشوفها لكيندا؟ ما بعرف بس حاسس برغبة اني اشوفها. وبدك تحكي معها؟ يا ريت. اوف اوف، شو عم بسمع منك يا رجل؟ لتكون وقعت. مو انا اللي بوقع، بس عندي احساس تجاه هالبنت ما بعرف شو هو. ليكون هي اللي بيسموها حمى الحب؟ لا حب ولا شيء، بس يمكن بحترمها. بتحترمها؟ صايم مثل ما بيقولوا، البنت اللي بتقلعنا بنركض وراها اكيد. انا ما حدا بيقلعني على. امشي. ما بدك تشوفها؟ خلص ركب السيارة. لك طول بالك يا زلمة، عم بمزح معك شو ما بعرف. مطرين خليه من عيني المشددة. يعني وضعه ما تحسن يا دكتور؟ الحقيقة لا دكتور، ما فينا نشوفه؟ لا مصلحته لا، بس راح اسمح لكم تفوتوا دقيقتين بدون ما تزعجوا بدون ما تحكوا معه لأنه الانفعال بيضره. حاضر دكتور، المهم أنه نشوفه. يلا. بس ما تحكوا، ما تبقوا قدامه. بكرة مو بس ترجع على سوريا، ترجع تحبسي حالك بالبيت. يعني وين بدي روح؟ طلعي فوتي مثل أول وأحسن إن شاء الله. بتعرفي شو؟ رح أعزمك على خطبة بنت عمي. إن شاء الله خير، بس هلأ خلينا نمشي. بلشنا نتهرب؟ بس ما رح تقدري تهربي مني، رح أعزمك ورح تروحي غصبا عنك. إن شاء الله، مشي. ما فدتني بشي. بعت لي ورا الرقيب حسين، مو قلت لي اسمه حسين؟ نعم سيدي. صرف، الله معك. احترام سيدي. مع السلامة. معلم تعا شوفها منيحة هيك؟ عيد عليها مرة تانية. معلم صرت عاملها أكثر من 100 مرة وكل مرة بتقلي عيد عليها. تركها واشتغل شغلة تانية. بس صاحب السيارة مستعجل ووعدته اليوم المساء أنت. اتصل بأبو فراس.